قال المواطن يا بواطن لا انت بتحب الوطن واحد وعشرين بايت ارجم صدق حبك والحنان صدق حبك لا انت تريد الامن وتحاف المشاكل والفتن حاف المشاكل شل البطاقة واتجه نحو المراكز واللجان نحو عبده ولد هادي مرشح يا جماهير اليمن لا يا جماهير اليمن لا انتو تحبوا شعبكم فاليوم يوم الامتحان نشتي وطن محكم مؤمن فيه حاكم مؤتمن لا فيه حاكم مؤتمن من أجل نأمن واليمن وأهله يعيشوا في أمان وأهله قال المواطن يا مواطن لنت بتحب الوطن واحد وعشرين بايت ترجم صدق حبك والحنان لن تريد الأمن وتعافى المشاكل والفتن شل البطاقة واتجه نحو المراكز واللجان عبده ولد هادي مرشح يا جماهير اليمن لن تحبوا شعبكم فاليوم يوم الامتحان نشتي وطن محكم مؤمن فيه حاكم مؤتمن من أجل نأمن واليمن وأهله يعيشوا في أمان قولوا لأهل البكاء وأهل التباكي قولوا لأهل البكاء وأهل التباكي قد الماضي مضى من دون رجعة من أجلك يا يمن والجو عاكي طوينا صفحة الماضي بسرعة من أجلك يا يمن روحي فداكي توحد راينا في كل بقعة من أجلك يا يمن طول بقاكي لنا في الجامعة 60 جمعة ومن طيبك ومن صفوة هواكي وجدنا النوم بين البرد متعة من أجلك يا يمن طول بقاكي لنا في الجامعة 60 جمعة ومن طيبك ومن صفوة هواكي وجدنا النوم بين البرد متعة ولا لي هم في الدنيا سواكي ولا اشتي صيت من ذلك وسمعة وحتى في الصلاة حسي معاكي مخصص لك دعاء في كل ركعة وحتى في الصلاة حسي معاكي مخصص لك دعاء في كل ركعة أحبك يا يمن وأعشق ثراكي ومن أجلك رضعت الحب جرعة أنا صلاحي تربى في رباكي وصار الحب منهاجه وشرعة أنا صلاحي ولأجلك يا ملاكي أنا صلاحي تربى في رباكي وصار الحب منهاجه وشرعة أنا صلاحي ولأجلك يا ملاكي أحب أهل اليمن سنة وشيعة أحب المؤتمر والاشتراكي وحزب الحق والحوثي وربعة أحب الناصري هو الحراكي وحزب الأنصار والناس جمعة أنا صلاحي ولأجلك يا ملاكي أحب أهل اليمن سنة وشيعة أحب المؤتمر والاشتراكي وحزب الحق والحوثي وربعة أحب الناصري هو الحراكي وحزب الرابطة والناس جمعة ولو قطعت من رأس واكي في ساعات ما حد صب دمعة ولو قطعت من رأس واكي في ساعات ما حد صب دمعة قولوا لأهل البكاء وأهل التباكي قد الماضي مضى من دون رجعة وتأويل الحكاية في المداكي وتأويل الحكاية في المداكي يولد حقد شيطاني ونزعة من اتحاكى على هذا يحاكي وإلا ينكتب لا شهر 9 سلامتكم